صباح الخير مشاهدينا. التكنولوجيا هي موجودة بعالمنا الحالي وبكل الأفلام اللي بنحضرها من حوالي 50 سنة لهلأ. كنا دايماً عم نشوف نظريات عم تتطبق وعم تتحدى المستقبل لنوصل لليوم الحالي اللي نحن عم نشوف كل النظريات اللي شفناها من 50 سنة لهلأ عم بتصير حقيقة. الخبر الأول اللي رح نحكي عنه اليوم أو العمل الحلو كتير يلي كمان شفناه من حوالي 30 سنة من 1989 وحتى قبل من 1984 كنا شفنا موفي مشهور كتير اسمه Back to the Future للممثل المشهور يلي حاليا كمان عم بيمثل أفلام جديدة، ولكن هالBack to the Future موفي كان عنده مثل مكنة كتير معروفة هي نقدر نحن نطلع عليها ونقدر نعمل مثل levitation أو نعلى عن سطح الأرض عن طريق مغناطيسي. هيدي المجال المغناطيسي كانت هي الفكرة اللي كنا نحن دائما عم نشوفها للمستقبل، وحاليا شابين على شبكة كيكستارتر اللي هي نعمل مثل دعم مادي لنقدر ننفذ هيدي الأفكار وننفذ هيدي المشاريع، عم تحصد نجاح لنقدر نحن نطلع بجهاز جديد مثل كأنه هوفربورد أو مثل كأنه لوحة بتقدر تعلى عن سطح الأرض حوالي 5 سنتيمتر بالقوة المغناطيسية يلي عندها إياها. الهوفربورد هندو هوفربورد هو مجرد مثل كأنه عم نعمل سكيت بوردينج، ولكن الاختراع يلي طلع فيه هو من وراء إيرنشوز ثيوري، هيدي النظرية يلي بتقول انه في عنا نحن مثل مجال مغناطيسي نقدر نتحكم فيه على سطح الأرض. ولينس ثيوري كمان نظرية تانية للينس بتقول كمان هذا المجال ممكن يتطبق على أي أرضية ممكن نحن نكون عليها. هيدول النظريتين هن التحدي اللي عم بقوم فيهم هيدول المخترعين الأمريكيين، ونفس الوقت عم نشوف تحدي أصعب اللي هو التحدي المادي اللي عم بيواجههم، وحاليا قدروا يخطوا أول خطوة لنجاح هذا الجهاز على سطح أرض معدني، والخطوة الثانية هي اللي نقدر يحصدوا $120,000 يوصلوا لمبلغ $120,000 على شبكة kickstarter.com ليقدروا يكتشفوا أن النظرية كاملة أنه إذا بتزبط على أرضية مختلفة غير أرضية الحديدية. هاي هلو جاد. هلو. مرقت أول خبرية؟ فينا نحكي عنها بعد هلأ أكثر أحلى. كيفك؟ جود. جود. عم نحكي عن هوفربورد. هوفربورد هو مثل كأنه سكيت بوردينج، ولكن بلا سكيت بلا الدواليب، بتمشي أو بتطير بشكل مغناطيسي عن سطح الأرض. شيء كتير حديث وشيء كتير كمان حلو بنفس الوقت، لأنه هيدي وهم تشكر الجهاز الفني لنسرين شمالي وسميرة على مساعدتنا بالفيديو الحلو اللي حنشوفه هلا عن هوفربورد. هاي هندو هي تطبيق لفكرة Back to the Future. إذا ذكر الموفي مايكل جي فوكس. مايكل جي فوكس exactly. مايكل جي فوكس كان دائما عنده أو شفنا دائما بهالموفي levitation أو الرفع عن سطح الأرض من خلال الجو المغناطيسي، وشفناه بعدة أفلام، ولكن هيدي الفكرة الأولى اللي طلعت على هيدا. بطير يعني بيرتفع عن الأرض. نعم. وهيدي كمان بتطيرنا. هيدي هي نفس التكنولوجي. نفس التكنولوجي. هيدي الهندو. أول شيء الهندو ماشين هي هو الاختراع الأول يلي منها وراء الهندو بوكس حتطلع منها السكيت أبورد أو البورد الماجنتيك بورد اللي حنشوفها. اوكي، اللي عم نحكي عنه هو اول شيء الماده او هالمجال المغناطيسي اللي بتخترعه هيدي الاربع مكانات اللي الاربع ديسكات اللي موجوده على الهندو بورد، هي باختراعها لمغناطيس مجال مغناطيسي على سطح ارض تكون معدني، وهي لحالها هيدي الضغط البريشر اللي بتعمله خلينا نشوف كيف بتطير. ما شفنا ترفعه.
شفنا ايه هلا هلا في عنده مشكله شوي هلا نرجع بنعيدها شوي عنده المشكله صغيره بس كان بالتحرك وهيدي عم بيعملوا عليها تيستينج عم بيعملوا عليها تجارب يعني. المانوفرينج كانت اصعب شوي لانه بعدها جديده على الانسان وجديده على طريقه كيف تتحرك من شمال لليمين ولكن فكره الارتفاع قد ايه بدك تكون شاطر بالتوازن لانه لما بترتفع عن الارض بدك شيء تتمسك فيه وهون ما في شيء تتمسك فيه شي بدك تعرف كيف توازن جسمك توازن جسمك وكيف المغناطيس عم بتحرك على الارض الفكره اللي او النجاح يلي توصلوا له هيدول الباحثين هني هيدي حتطبق على مجالات اخرى يعني عم بيقولوا انه هيدي مش بس على سكيت بورد او مش بس على بورد نقدر نتحكم فيها وممكن تصير على السيارات ممكن تصير على القطارات وممكن تصير حتى على عده اجهزه نقدر نحن يرتفع عن الارض وهون التحدي بين دائما الجاذبيه والمجال المغناطيسي اللي بتخترعه هيدي المكنه اي بس شو الاستفاده هون يعني شو الادفانتج انه نقدر نصير اسرع نقدر نصير نحن نطير عن الارض دائما نحن عندنا التحدي لنقدر نحن نطير ولكن هيدا المغناطيس هيدا التحدي او هيدي الجهاز يستعملوها للسيارات بيقدر يستعملوها للسيارات يعني في افلام كثيره شفناها ونحن 2050 2060 بتفكر هيدا الحل الانسب لعجقه السير هيك فوج بكون على الارض وفوج بكون شوي اعلى فوق من الارض 100% كنا شفنا موفي هيك الحوادث بتصير هيك من فوق لتحت من فوق لتحت من قدام لورا عم تحكي على فكره موفي كثير حلو اسمه ذا فيفث اليمنت قديم لبروس ويلس ما حضرته هذا الموفي انا بقول من احلى الموفيز يلي بيطبقوا كل الافكار المستقبليه بس هذا كان كله سبيشال افكتس بتصور كله سبيشال افكتس وكله ساي فاي وكله يعني فيوتشرستيك ايدياز كله مستقبليه ولكن كثير من الافكار بيستوحوا منها مطبقه هلا تيحولوها لحقيقه 100% الخبرية الثانية كمان مستوحاة من فكرة موفي ترانسفورمرز يلي معروف جدا وحصد نجاح كبير قديم هو كمان وهتحدث أكثر عن جديد وشفنا نجاح أكبر مما كان عنده إياه من قبل عم نشوف أول شيء المخترعين اليابانيين كانجي كوشيدو و الاسم الثاني هو ياماسوكو يعني اسماء يابانيه عم بتقوم بتنفيذ سامبل او مثل يعني بروتوتايب صغير على تحول الكتروني او رجل الي يتحول من سياره الى رجل الي وهيدا التطور يلي عم بيوصلوا له كان حوالي سياره بتتحول لروبوت اكزاكتلي وهون عم نشوف السياره يلي هي بس حاليا بروتوتايب وهو الاثنيناتهم عم بيشتغلوا سياره بنطلع فيها ومنسوقها يعني بتنقلها او جيم لعبه اكزاكتلي هذا اول شيء هي مش كجيم كرجل الي بيتحرك بيقدر يركض بيقدر يمشي سرعه السياره اللي عم نشوفها هلا حاليا هي بس 20 كيلومتر بالساعة هيدا حجمها بس للأولاد شكلها مش للكبار صح هيدا البروتوتايب عم بيشتغلوا ليقدروا يكبروها لتصير سيارة طبيعية هلا تصير جاينت ساعتها ايه روبوت خمسة امتار بس ليوقف وبس لتنطوي وتصير سيارة يعني حلو. حسب ما هن عم بتوقعوا يصير حجم سيارة طبيعية هيدي بالليل فينا نحولها لبادي جارد أو حارس للمنزل صح حلو. وإذا إذا أنت حاضرة الموفي أو ما بهمك الترانسفورمرز الترانسفورمرز في 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 واحد مهم اسمه ديسبتيكونز أو فريق الديسبتيكونز وفي عندك رجل معروف جدا بقلب هيدي الديسبتيكونز حنشوف شكله أكثر من خلال هيدا الموفي عم نحكي عن اوبتيموس برايم وهذا البروجكت اسمه جي دايت هيدا قلت لي باليابان؟ هيدا باليابان نعم البروجكت المفروض يعني تخلص من هون لعشر سنين من هلا لعشر سنين هو اول شيء بلش صار له من 2008 يعني طلع البروتوتايبس الصغيره وهلا صارت وصلت لقدر يتحرك مثل ما هو ست سنين قيد الانشاء بعد بده 10 سنين بعد بده 10 سنين ليصير على الحجم الطبيعي هن بيقولوا وبيقدر يتصرفوا فيه كانه يعني رجل الي ظابط التستنج بتصير كلها ظابطه عليه بتصور من هلا لوقتها بتكون صار تحول كبسه زر مش اكثر صح مش بدنا نفك ونركب ونجمع 100% عم تحكي هذا هو التحول عم بشوفه شوف كيف بتحول يعني عم بتصير طريقه كثير طبيعيه مثل ما بنشوفه بالموفيز طبعا الماده المصنوعه منه هي بلاستيك منها حديديه مثل ما هي محضره بالموفيز
هالتحول اللي عم نشوفه من هون لعشر سنين عم نشوف انه ممكن تصير كلها حديدية ومعمولة من التيتانيوم الخفيف، واللي احلى من هيك انه ممكن يوصلوا هلا البروتوتايب الموجود حاليا هو مجرد متر و30 سم. حاسة حالي عم بحضر فيلم ساينس فيكشن. اميزينغ. Very very futuristic. عم نشوف اليابانية دائما إن عندهم كنا شركة هوندا يعملوا لنا soldiers من هالنوع هيك نبعتهم هن تيحاربوا مش شبابنا تيحاربوا الإرهابيين صح. خطيرة الفكرة. بتعرفي الموفمنت تبعتها كانت من احلى الاساس يلي ممكن توصل له هيدي يوصل لها الجهاز الالي يلي بيمشي حوالي 6 امتار بالساعه يعني 6 امتار ايه بطيء حاليا امتار او كيلومترات 6 امتار حاليا رجل 6 متر 6 متر بس بطيء يعني من هون من لهون بده ساعه شو بده فيه؟ حاليا عم بيجربوا يتوصلوا ولا بحارب خلينا نقول ما رح اتجرأ واسال قد ايه كلفه هالمشروع بس مقابل النتيجه باكد لك من هلا ما يتعذبوا بهالعشر سنين القادمه اتس نوت ما بتستاهل ابدا شو 6 امتار بساعه يعني شو بده فيه؟ حاليا هيدا اللي عم بيصير وانا بامن بهدول القصص ولكن ان شاء الله ما يوصلوا يشوفهم بايامنا العاديه يعني بس بعتقد هيدا بده سرعه اكثر 100% 6 امتار بالساعه ما بيعملوا شيء بده شد براغي ثانك يو جاد اخبار هيك غريبه شوي لبدايه هالاسبوع بنشوفك بكره كمان بنفس الوقت انا للجمعه لترجع عندك كم يوم هيك بريك طيب ان شاء الله يكون عندك اسبوع حلو شكرا خلينا نشوف الابراج اذا حملت لنا اخبار حلوه مع كريستال صباح الخير كريستال بونجور ولا كيفك اليوم؟ منيحه انت الحمد لله ناطرين هيك اخبار شوي حلوه منك لبعض الابراج بالقليله طمنينا شوي وي الجو العام حلو بشكل عام يعني طيب اغلبية الابراج حلوه ناطرين في تفاصيل عن برج معين اليوم؟ رح نحكي اليوم عن صفات الطفل من برج العقرب الطفل من برج العقرب من افضل الابراج عندي انا ناطره التفاصيل مع المشاهدين كريستال